بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في البداية يا إخوة الطلاب، إن شاء الله أنا حاشتغل معاكم يسمى بالكورس الخاص بالفيزياء الإحصائية، ومن خلال الكورس دي إن شاء الله تعالى حنتناول مجموعة من القضايا المتعلقة بالدراسات الإحصائية اللي بتستند عليها الكورس الرئيسي اللي هو سميناه بالفيزياء الإحصائية، وكذلك ما يتعلق ببعض المفاهيم الرياضية اللي نحن بنحاول نستفيد منها بقدر المستطاع في التطبيقات الفيزيائية. لذلك كان لزام علينا انه احنا في البداية انه نبدأ بريفريش بسيط عن بعض الاشياء، المفاهيم الإحصائية المتناولة واللي ناس درستها مسبقا هنعمل لها ريفريش، و بالإضافة لبعض المفاهيم الفيزيائية الأوردي الطلاب برضو مروا عليها في الحالات بتاعت أو في مادة الديناميكا الحرارية. طيب، كمقدمة بالنسبة للديناميكا الحرارية الإحصائية، نحن في الجزئية بتاعت الأساسيات دي حنتناولها من منظورين، أو باعتبار دي الأساسيات اللي اتبنت عليها الفيزياء الإحصائية. المنظور الأول اللي هو منظور النظرية الاحتمالات، والمنظور الثاني اللي هو منظور ميكانيك الكم. نحن عارفين في حالات المستويات العينية أو السلوك العيني بالنسبة لأنظمة الميكانيكا الحرارية يمكن استخدام قوانين نيوتن في الميكانيكا الكلاسيكية على أساس أنه نتعامل مع مثل هذه القضايا. أما في حالة تطبيقات على الأجسام المجهرية، ففي الحالة دي النتائج المتحصل عليها بتكون هي عبارة عن إجابات قريبة وغير منطقية للظواهر المحسوب. فهذا الغصور اللي بيترتب عليه أو المترتب أو النتيجة المحصلة من استخدام الميكانيكا الكلاسيكية، تم حل هذه القصور بواسطة الفرضية بتاعت بلانك. والفرضية بتاعت بلانك إنه بتنص على أساس إنه طاقة الجسيمات يجب أن تكون مكممة أو ديسكريت منفصلة، و بقت هذه الفرضية لبلانك هي أساس ميكانيكا الكم أو الكوانتم ميكانيكس المعروفة كمادة أنتوا درستوا شقين منها أو شق واحد اللي هو كوانتم ميكانيكس 1، ماشيين على كوانتم ميكانيكس 2 اللي هو في موازي للكلاسيكال أو الستاتيستيكال ثيرموداينامكس. فليه الناس تبنت القوانين الإحصائية؟ لأنه معروف في النظام المجهري نحن بنتعامل مع أعداد فلكية من الجسيمات، فبالتالي إذا كان نحن طبقنا الميكانيكا الكلاسيكية لنيوتن في هذه الحالة، معناها نحن حنصل لأعداد لا نهائية من المعادلات، وهذه الأعداد اللا نهائية من المعادلات على أساس لابد أنه نحلها. فحلها في هذه الحالة بيحتاج لأزمان طويلة وممكن تصل إلى عقود من الزمن، حتى ولو استخدمنا بعض أو أخذنا الحساب عن طريق الكمبيوتر. فبقى حتى ولو تم الحصول على حل لهذه الأعداد اللانهائية من المعادلات،
بيكون اوريدي النظام غير حالته من اللي كان الحالة عليها، وبالتالي يكون حتى لو نحن حلينا هذه المعادلات بيكون هي useless. فعشان كده نحن بنرجع إلى القوانين الإحصائية حيث تمكننا من أنه نتعامل مع هذه الأعداد الشبه لا نهائية من الجسيمات المميزة وغير المميزة. كذلك واحدة من الأسباب الأخرى أنه والله يا أخي نظرا لصغر الذرات والجزيئات، فجاءت الاقتراحات من ماكسويل وبولتزمان باستخدام الطرق الإحصائية أساس أنه نحن نفهم سلوك الذرات والطاقة بالنسبة لهذه الذرات. رغم أنه الاقتراح بتاع ماكسويل وبولتزمان لقى معارضة في الوقت ذاك، لكن الملاحظات جاءت من استخدام هذا النموذج بيّنت أنه والله يا أخي الخواص الفيزياء الخواص الحرارية يمكن توقعها بالطرق الاستقرائية المستخدمة دي. وهذا الاتجاه اللي هو ما نسميه بالفيزياء الإحصائية أو الإحصاء الديناميكي الحراري. الهدف الرئيسي أو الأساسي للإحصاء الديناميكي الحراري هو تقديم نظرية الجسيمية، وهذه النظرية من نتائجها نستطيع أن نفسر خواص الاتزان للنظام العيني. على أساس هذه النظرية ممكن نبني أو على هذه النظرية نبني نظرية الكم. كذلك الفكرة الرئيسية في الحتة دي أنه لابد أنه نبحث عن دالة تعبر عن كثافة الاحتمالية. هذه الكثافة بتاعت الاحتمالية يتم تطبيقها على تجمعات كبيرة من الجسيمات المتطابقة، ويمكن إلى حد ما تكون مميزة أو غير مميزة. حنتعامل في النظام الديناميكي الحراري على أساس أنه كمية من المادة عدد جسيماتها هائل جدا يقارب الرقم بتاع أفوكادرو، ومعروف بالنسبة لكم أنه رقم أفوكادرو هو around 6.02 10 to power 23 per mole. والمستويات بمستويات كمية متغيرة، وهذه المادة مستويات الكمية المتغيرة دي عند الخواص العينية المميزة. فده لما نجي نتعامل في النظام الديناميكي الحراري بالنسبة للمادة اللي هي تتكون من قلنا من جسيمات هائلة، فلا بد ان تكون مستويات كمية متغيرة ولها خواص العينية المميزة. فبالتالي بيبقى الفرض الرئيسي المبني عليه الإحصاء الديناميكي الحراري هو انه جميع المستويات المجهرية لمجموعة معزولة لها احتمالات متساوية. نعيده تاني، انه جميع المستويات المجهرية لمجموعة معزولة لها احتمالات متساوية. وبالتالي نحن حنستخدم بعض المصطلحات كمثلا المصطلح بتاع مجموعة، زي ما قلنا نحن والله يا أخي عندنا هاي عدد هائل من الجسيمات باعتباره N ككاد يكون مضاعفات لرقم أفوكادرو أو يوازي رقم أفوكادرو، وهذا العدد له نفس الصفات من ناحية بتاعت انه من عدد بتاع جزيئات او ذرات او الكترونات او فوتونات الى اخره. وحنستخدم المصطلح بتاع نظام كمرادف لمصطلح مجموعة. ونحن ذكرنا قبل شوية انه نحن بنتعامل انه جميع المستويات المجهرية لمجموعة معزولة لها احتمالات متساوية. فبالتالي الحالة العينية للنظام
اللي نحن حنشتغل عليه مقصود بيها تعريف لتحديد ترتيب معين لعدد الجسيمات في كل منسوب طاقة للنظام. ومنسوب الطاقة بالنسبة للنظام هنا المقصود به انه يكون مستوى بتاع طاقة معين، على اساس انه نفهم نصل لفهم بسيط وسريع. خلونا ندرس النموذج بتاع النموذج العملة، او ما نطلق عليه نموذج العملة والتوزع الاكثر احتمالا، اللي هو كوين مودلز، كوين موديل اند موس بروبل ديستريبيوشن. وعلى اساس انه احنا ندرس النموذج ده، دارين نستخلص من النموذج او من التجربة اللي احنا حنجريها عبر هذا النموذج بعض المصطلحات اللي بتساعدنا في فهم ودراسة الفيزياء الإحصائية. خلونا في بعض الحاجات كده نحن نتكلم باللغة الدارجية على اساس انه الموضوع يكون اقرب فهما بالنسبة لمجموعة واسعة من الطلاب. عارفين ان احنا عندنا لما نرمي عملة معدنية، اذا كان عندي عملة واحدة معدنية، لما اطلق هذه العملة وتقع على الارض، فبالتالي عندها واحد من حالتين: يا اما الوجه العلوي اللي مقابل لي يكون عبارة عن صورة، او يكون عبارة عن كتابة. اذا حصلنا على صورة بنسميها انه الحصول على الحدث صورة، وده بنفرض له او بنرمز له بالرمز H. واذا حصلنا على كتابة فبالتالي بنقول والله حدوث الحدث كتابة، وده حنرمز له بالرمز T. الاحتمالية هنا بالنسبة لحدوث الحدث صورة او حدوث الحدث كتابة هي احتمالية متساوية، لأن يعني احنا لما نطلق العملة دي ما عارفين انها هل هي حتجي راجعة صورة، او الوجه العلوي لها صورة، او الوجه العلوي لها كتابة. فبالتالي نحن بنقول والله يا اخي الاحتمالية هنا احتمالية متساوية. فبالتالي فرض احتمال الحصول على حدث صورة لأعلى اللي نحن حنرمز له بالرمز B of H. وأما فرض احتمال الحصول على الحدث كتابة إلى أعلى فنحن حنرمز له ب B of T. وبالتالي صورة عندنا B of H و B of T لاحتمالية الحصول على الحدث كتابة. وزي ما ذكرنا قلنا الاحتمالية متساوية، بالتالي 50% لكل. فبالتالي ال B of H plus ال B of T بالتالي هدية حتكون مساوية لنا للواحد الصحيح أو 100%. لذا ال P of H equals ال P of T equals half. فبالطبع بهذه النتيجة ما حنتحصل عليها لما نطلق هذه العملة مرة واحدة أو نجري التجربة دي عدد محدود من المرات. لما نطلق المسمى بتاع عدد محدود من المرات ده معناه شنو؟ معناه ان والله يا اخي نحن رمينا القطعة الواحدة دي لعدد محدد من المرات، او رمينا عدد محدد من العملات مرة واحدة. فبالتالي امكانية الحصول او التساوي في الاحتمالية حصول الحدث صورة واحتمالية حدوث الحدث كتابة هنا غير متساوي. فده بيتطلب انه نحن على اساس انه نتحصل على صيغة رياضية تحسب لنا الحاجة دي، معناها نحن محتاجين نجري التجربة دي لعدد من المرات كتير جدا، على اساس انه
نتحصل على من التجربة على فرضيات محددة. على أساس أنه نقوم بالحاجة دي حندرس رمي عدد من العملات ونستخلص منها النتائج والمصطلحات المهمة في الحالة بتاعتنا دي. ففي حالة إذا نحن اعتبرنا أنه عندنا مجموعة مكونة من 4 عملات، هذه 4 عملات متطابقة، والتطابق ده في صفة تانية ملازمة له إنها تكون مميزة. التميز ده ممكن يكون عن طريق التاريخ المطبوع في العملة، أو اللون ذاته بتاع العملة، أو الشكل بتاع العملة، وهكذا. يعني على أساس إنه نفرز ما بين الـ4 عملات دي، هي متطابقة لكن في نفس الوقت مميزة. وحنستخدم الرموز التالية اللي هي قدامنا في الجدول دي، على أساس إنه من خلاله نستطيع إنه نتحصل على نموذج رياضي يمكننا من حساب الاحتمالية المحددة أو الاحتمالية الحقيقية لحدوث الحدث، سواء كان صورة أو كتاب. فحنرمز بالرمز K للتعبير عن ترقيم الحالات العينية بالنسبة لنا، وحنرمز بالرمز N of 1K للعدد الكلي لحالات الحصول على الحدث صورة، واللي هو كبيل رمزنا له بالرمز H. لكن لمين العدد الكلي لحالات الحصول على الحدث صورة؟ للمستوى العيني اللي هو اديناه الرمز K. اما N sub 2 of K هو ده العدد الكلي لحالات الحصول على الحدث كتابة، واللي هو رمز يوجبير بالرمز T، برضو وين في المستوى العيني اللي هو فرضناه قبيل انه هو K. من خلال التلاتة اشياء دي بعدنا نحن ممكن نتحصل على احتمالية الديناميكا الحرارية او احتمالية عدد الحالات المجهرية للمستوى العيني K. وهذه الاحتمالية بتاعت عدد الحالات المجهرية للمستوى العيني K دي حنرمز لها بالرمز small omega sub K. اما العدد الكلي للحالات المجهرية للمستوى العيني المحدد ده اللي هو حنرمز له بالرمز كابيتال اوميجا، واللي هو باعتباره شنو؟ باعتباره انه مجموع عدد الحالات المجهرية لكل المستويات العينية اوف كي. ثم من هذه الاشياء بعد حسابها ممكن ان احنا بعد ذلك نحسب الاحتمالية الحقيقية لحصول الحدث صورة كان او كتابة كان. والاحتمالية الحقيقية real probability هي عبارة عن نرمز لها بالرمز B sub K، واللي هي عبارة عن المجموع الكلي للحالات المجهرية للمستوى العيني المحدد اللي هي الأوميجا أوف كي على العدد الكلي للحالات المجهرية للمستوى العيني أوف كي اللي هو الكابيتال أوميجا. يعني معناها البيو صب كي هي عبارة عن شنو؟ عبارة عن حاصل الجسم لسمول أوميجا على كابيتال أوميجا. فبالتالي نحن قبل قلنا إنه نحن والله عندنا 4 عملات، هذه 4 عملات قلنا متطابقة هو مميز، وبالتالي حيكون عندنا مجموعة بتاعت حالات هي عبارة عن K1 2 3 4 5. الحالات العينية للمستوى K اللي هو اديناها قلنا 2 حالتين اللي هي الN of K، الN sub 1 K والN sub 2 K، واحدة تمثل حدوث الحدث صورة والأخرى تمثل حدوث الحدث كتابة.
الحالات المجهرية هي الحالات الحصول على الحدث صورة أو الحدث كتابة لكل عملة على حدة. لمين؟ للترقيم للمستوى العيني. كي. ففي الحالة الأولى نحن عندنا أربعة عملات، وهذه العملات لما أطلقناها وجاءت واقع على الأرض حصل الحدث، كان كله هو عبارة عن في الأربع عملات كان عبارة عن الحالة المجهرية بتاعتنا كانت صورة إلى أعلى. فبالتالي هنا الحالة العينية معناها لحصول الحدث صورة هي أربعة، يعني عندها أربع عملات. وبالنسبة لحصول الحدث كتابة كانت صفر، لأنه أنا كل الأحداث لقيتها عبارة عن شنو؟ عبارة عن صور. فبالتالي الأوميجا small أوميجا هي عبارة عن شنو؟ عبارة عن واحد، لأن عندي حالة مجهرية واحدة اللي هي كلها شنو؟ كلها كانت عبارة عن صور. أما في المستوى العيني K2 فأنا عندي أربع عملات وجدتها، هي كانت أطلقتها لما جات راجعة ثلاثة منهم لقيتهم عبارة عن الحدث كان فيهم صورة، وواحدة فيهم الحدث كان فيها كتابة. فالترتيب بتاع هذه الأحداث، ممكن الحدث كتابة ده يكون في العملة رقم واحد، ممكن يكون في اثنين، ممكن يكون في ثلاثة، أو ممكن يكون في العملة الرابعة. فبالتالي الأوميجا أوف كي هي عبارة عن كم؟ عبارة عن أربعة أو السمول أوميجا. أما في الحالة العينية ثلاثة، فعملتين اتحصلت على الحدث فيهم كان عبارة عن صورة، وعملتين أخريات الحدث فيهم كان عبارة عن كتابة، دي في الحالات المجهرية بتاعتي. فبالتالي الترتيب بتاع حدوث هذه الأحداث بتحصل على أوميجا أوف كي عبارة عن كم؟ أو سمول أوميجا عبارة عن ستة. في المستوى العيني أربعة، فواحدة فيهم طلعت كتابة، والأخرى عبارة عن شنو؟ واحدة فيهم صورة، والثلاثة الباقيات عبارة عن كتابة. يعني هو معاكس أو مغاير للمستوى العيني K2. فبالتالي برضو الأوميجا أوف كي عبارة عن كم؟ عبارة عن أربعة. المستوى العيني الأخير اللي هو خمسة، فكلهم كانوا عبارة عن شنو؟ كانوا عبارة عن حصول الحدث كتابة. فبالتالي المستوى بيجي لي القيمة واحد، اللي هي الأوميجا أوف كي بتاخد القيمة واحد. فبالتالي الاحتمالية الحقيقية لحصول على الحدث صورة إلى أعلى في الأربع عينات هو عبارة عن شنو؟ قلنا قبل إن الاحتمالية الحقيقية اللي هي بي أوف كي أو بي صب كي، واللي هي السمول أوميجا على الكابيتال أوميجا. الكابيتال أوميجا اللي هي عبارة عن المجموع قلنا بتاع مين؟ بتاع السمول أوميجا. وبالتالي هنا في حالة الأربع عملات عندي السمول أوميجا أخذت واحد وأربعة وستة وأربعة وواحد. بالتالي المجموع بتاع ديل هو عبارة عن كم؟ هو عبارة عن 16. فبالتالي البي أو probability الريال probability فبالتالي هي عبارة عن شنو؟ عبارة عن السمول أوميجا على الكابيتال أوميجا. الكابيتال أوميجا بقت بالنسبة لي 16، والسمول أوميجا في الحالة المستوى العيني واحد كانت هي عبارة عن واحد. فبالتالي الاحتمالية الحقيقية هي عبارة عن شنو؟ عبارة عن 1/16 لاحتمالية الحصول على الحدث كتابة في الأربع عملات إلى أعلى. هذه الاحتمالية هي مساوية في المقدار لمين؟ لحصول الحدث صورة أو كتابة برضو إلى أعلى، اللي هي برضو 1/16. لما أجي للمستوى العيني K2 واللي هو قلنا مشابه برضو للمستوى العيني K4،
وبلغ أن الاحتمالية الحقيقية لحصول الحدث صورة كان أو كتابة كان هي 4/16، باعتبار أنه في الحالات المجهرية طلعت لي 4 حالات، وبرضه في الحالات المجهرية لحصول الحدث كتابة طلعت لي 4، فبالتالي 4/16 دي اللي هي شنو الاحتمالية الحقيقية لحصول أي من الأحداث سواء كانت صورة كان أو كتابة كان. أما الاحتمالية الحقيقية لحصول التساوي في حصول الحالات سواء كانت صورة كان أو كتابة كان اللي هي طلعت لي 6/16، باعتبار إن 2 لكل حالة في الحالات المجهرية. فبالتالي ده برجعنا إلى مين؟ إلى الفرضية الأولى اللي إحنا فرضناها، أو الفرض الأساسي في اللي قلنا المبني عليه الإحصاء الديناميكي الحراري، واللي هو إنه جميع المستويات المجهرية لمجموعة معزولة لها احتمالات متساوية، واللي هي نحن تحصلنا على هذه الاحتمالات المتساوية من شنو؟ من المثال اللي ضربناه قبل شوية دي، باعتبار إنه حصول الحدث صورة إلى أعلى كان الاحتمالية الحقيقية بتاعته 1/16، وحصول الحدث كتابة إلى أعلى برضو كان الاحتمالية بتاعته كم؟ 1/16. فبالتالي تساوي في شنو؟ في الاحتمالية لمجموعة معزولة اللي هي من 4 متكونة من 4 عملات. كذلك في المستوى العيني K2 كانت الاحتمالية 4، ولK4 كانت الاحتمالية برضو 4. فبالتالي احتمالية حصول على العدد سوري على حصول الحدث صورة هي ساوت احتمالية حصول الحدث كتابة، واللي هي كانت عبارة عن شنو؟ عبارة عن 4/16 في كل من الحالتين. أما في حالة التساوي بتاع احتمالية حدوث الحدث صورة وكتابة في نفس اللحظة 2 لكل، فبالتالي كانت القيمة عبارة عن 6/16 في كل من الحالات. فبدأ يقولنا على أساس أنه إحنا والله يا أخي عارفين من الجدول اللي ذكرناه قبل شيء، بقى لنا السمول أوميجا اللي هي سوري الكوبيتال أوميجا هي عبارة عن شنو؟ عبارة عن زي ما ذكرنا أنه في الجدول الأول، هي عبارة عن الصميشن أو المجموع للسمول أوميجا سب كي، واللي هي دي من وين؟ المجموع ده من كي تساوي 1 إلى كي تساوي 5 في شنو؟ في الحالات العينية الخمسة بتاعتنا اللي هي فرضناها من كي تساوي 1 و2 و3 و4 و5، واللي هي دي شنو؟ دي الحالات المحتملة. وهذه الحالات المحتملة ما بتتطلب تحديد لأي من المعلومات، لكن الحالات المجهرية هي اللي بتتطلب انه نحدد رقم العملة المحدد اللي هو من شنو؟ من التمييز بتاعنا اللي احنا قبل قلنا انه هي مطابقات ومميزات في نفس الوقت. فبالتالي الكلام ده بيقودنا لحاجة مهمة، انه والله نحن في الإحصاء بندرس حساب المتوسط او المعدل. فبالتالي متوسط الحصول على الحدث N of J ممكن انا اتحصل عليه من المعلومات اللي نحن ذكرناها قبل شوية وتحصلنا عليها بالجدول جدولين السابقين. فبالتالي بيبقى لي ال N sub J بار اللي هي ده بار دي رمز اليمين لمتوسط او معدل، واللي هو حيساوي لي شنو؟ حيساوي لي السميشن او المجموع بتاع ال N of J K، باعتبار انه ال K اللي هي محددة اليمين للمستوى العين المحدد او الحالة العينية المحددة سواء كانت 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 5 على حسب المثال الفات قبل، والجي دي اللي هي اليمين للحدث المحدد. والكلام ده المجموع بتاع ال N صب جي كي مضروب في مين؟ مضروب قياسيا في القيمة بتاعتي السمول أوميجا كي. المجموع ده لما أقسمه على
العدد الكلي للاحتمالات فاللي هو الكابيتال اوميجا، ده بمفهوم اخر اذا كان انا يعني وزعت المقام ده هنا او دخلته هنا انا عارف انه هيبقى لي المعادلة بالصورة دي، والاوميجا سمول اوميجا على الكابيتال اوميجا نحن قبل شوية قلنا هي دي عبارة عن شنو؟ عبارة عن الاحتمالية الحقيقية. فبالتالي المتوسط بتاعي هيبقى شنو؟ هيبقى الصمشن او المجموع بتاع شنو؟ بتاع الكابيتال ان سب جي او جي كي مضروب في مين؟ مضروب قياسيا في الاحتمالية الحقيقية. فإذا طبقنا الكلام ده على المثال الفات أو السابق بتاع الأربع عملات حنتحصل على أساس إنه متوسط الحصول على الحدث صورة اللي هو رمز زي ما قلنا بـ H هيكون عبارة عن شنو؟ نحن صورة أديناها الرقم واحد اللي هي قلنا N واحد K، وكتابة اللي هي أديناها الرقم اثنين اللي هي قلنا N sub 2K. فبالتالي المتوسط بتاعي الكابيتال N sub 1 باعتبار انه ال 1 هنا تمثل مين؟ تمثل ال H، واللي هي حيساوي لي شنو؟ زي ما احنا قلنا انه والله من المعادلة 2 دي هنا انه ال M bar sub J هي عبارة عن المجموع بتاع ال N JK في الاحتمالية الحقيقية. ف المجموع ده هي اللي عبارة عن 1/16 مضروب في مين؟ في الاحتمالية الحقيقية. الاحتمالية الحقيقية بالنسبة لل N1K هتكون عبارة عن في الحالة الأولى بتاعتنا اللي هي ال small omega في الكابيتال أوميجا، سوري ال small omega على الكابيتال أوميجا اللي هتديني شنو؟ الواحد مضروب في دي، ليه؟ لأنه احنا بنتعامل قلنا مع ال N sub 1 والأوميجا K. وبالتالي الأربعة في واحد مضروب في الاحتمالية الحقيقية 1/16 زائدا الأربعة في ثلاثة مضروب في الاحتمالية الحقيقية دي، زائدا الستة في اثنين مضروب في الاحتمالية الحقيقية دي، زائدا الأربعة في واحد مضروب في الاحتمالية الحقيقية، زائدا الواحد في صفر مضروب في الاحتمالية الحقيقية دي. فبالتالي المجموع كله اللي هو 1/16 دي باعتباره شنو؟ باعتباره عامل مشترك بيجي جوا الاقواس فضلين او جوا القوس فضلين، الاربعة في واحد والتلاتة في اربعة والاثنين في ستة والواحد في اربعة والصفر في واحد، ودي كلها بلقى التوتال بتاعها داخل القوس ده عبارة عن 32، والاثنين وتلاتين مضروبة في 1/16 فبالتالي الاحتمالية هتبقى لي على صورة الحدث صورة إلى أعلى في الأربع عملات المتطابقة والمميزة دي كان عبارة عن شنو؟ كان عبارة عن 2. والشكل ده اللي هو بيوضح لنا الديستريبيوشن أو التوزع بتاع الاحتمالية بتاع الديناميكا الحرارية كدالة لعدد الصور العلوية في تجربة اللي هي في التجربة بتاعتنا المكونة من أربع عملات. فبالتالي على المحور الصيني هنا أن احنا فرضنا N1 اللي هو دي احتمالية الحصول على الحدث صورة اللي هي كان 0 1 2 3 4 على حسب الجدول اللي طلعنا بيهم، ودي كان هنا شنو؟ كان السمول أوميجا اللي هي 1 2 3 4 5 6 واللي هو أعلى احتمال كان عبارة عن 6. وبالتالي لما أوزع الكلام دي أو أجيب الجدول بتاعي هلقى إنه والله لما كانت 0 كانت الاحتمالية 1، لما كان 1 كانت الاحتمالية كم؟ 4 اللي حلقاها هنا، ولما كانت 2 كانت كم؟ 6، ولما كانت 3 كانت كم؟ 4، ولما كانت 4 كانت كم؟ 0 أو 1. فلما وصل النقاط دي كلها اللي هي بتديني الشكل ده اللي هو باعتبار بيوضح لي الاحتمالية بتاعت الديناميكا الحرارية كدالة في الصورة العلوية في التجربة بتاعت الأربع عملات. طيب فبالتالي زي ما قلنا انه الشكل السابق ده عبارة عن شنو؟ عبارة عن محاكاة لعدد الحالات المجهرية المعروفة في الجدول كدالة في الصورة العلوية الناتجة من N1.
مع ملاحظة إنه القيمة العظمى دي للحالات المجهرية اتحققت 200 لما كانت ال n واحد تساوي ال n اتنين، اللي هي تساوي لي التوتال n على 2، واللي هو ده اللي هو بيساوي لي زي ما ذكرنا أو حسبناه قبل شوية إنه كان عبارة عن كم؟ عبارة عن المتوسط كان عبارة عن 2. فبالتالي ده الحصول على الحدث المحدد. وعلى أساس إنه تصبح النتائج دي منطقية ويعتمد عليها، لابد إنه إحنا نتعامل مع عدد لا نهائي من العملات. لابد إنه نتعامل مع عدد نهائي لا نهائي من العملات. بعد التعامل مع العدد اللانهائي من العملات ده بيفرض تساؤل محدد. هذا التساؤل، هل توجد طريقة لحساب السمول أوميجا بدون إنه نحن نرجع ونعمل جدولة بالنسبة للنتائج المتوقعة ولا لا؟ الإجابة في لهذا التساؤل هي نعم، إنه نحن ممكن نتحصل على إيه، على طريقة لحساب السمول أوميجا بدون نحن ما نعمل جدولة للنتائج المتوقعة زي ما عملنا في الجدول الفات أو الجدول السابق. فهذه الطريقة اللي هي على أساس إنه نتحصل عليها، بنتحصل عليها من وين؟ بنتحصل عليها باعتبار هي طريقة رياضية واللي هي معروفة ومرت علينا قبل كده، اللي هي ما نسميها بقوانين التباديل، واللي هي دي اللي حنرجع لها في المحاضرة الجاية. ناخد معلومات عن قوانين التباديل باعتبار هي طريقة ان احنا ممكن من خلالها مباشرة نتحصل على القيمة بتاعتنا بدون ما نلجأ ونرجع نعمل جدولة للنتائج والحسابات السابقة. وجزاكم الله خير، وإلى الملتقى في المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى.